السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكر في الكتاب إبراهيم
تبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أهدك صراطا
يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن إبراهيم
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن واهجرني مليا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى وَالْقُرْآنِ فِي الْكِتَابِ مُوسَى
واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا صدق الله العظيم.